بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل فيديوهات عن مجموعات الإكسفورد، وهي بتيجي عبارة عن 10 كتب كده، وال10 كتب بيبقى معاهم سي دي واحد، وبإذن الله هتكون متوفرين باستمرار. يعني ما عادش خالص هيكون ان هما مش موجودين عندي في الـ في الـ في الكتب بتاعتي، او الاتصال طبعا الواتس بتاعي او الفيس بتاعي، وعندنا توصيل لكل مكان. عايزين نفتح بقى مجاميع الاكسفورد ونشوف جوه نظامها، لان هي مبيعاتها عاليه جدا والناس كتير جدا بتطلبها. طبعا انا ممكن ابيع الباكج على بعضه كله، وممكن ان انا ببيع كل ليبل منفرد، ما عنديش اي مشكله. هنفتحها كده. انا دلوقتي فتحت اهوت المجموعه بتاعه الاكسفورد اهوت. هو عباره عن 5 اجزاء، تمام، او 5 ليفل، وكل ليفل ليه الكراسه بتاعته او من جوه، مش عارفه بقى كراسه دي تمارين ولا ايه. اهوت هنفتحها اهو. بسم الله. اهي دي كراسه ايه، ورك بوك اهي من جوه اهو. انا اضطريت اوقف الفيديو عشان افتحها. هو دي اول صفحه من كراسه الورك بوك بتاعه الليفل 1 اهو. ديت الحروف اهي، تمرينات على الحروف اهيت. ده عايز طفل في كيجي. دي كراسه الورك بوك بتاع الايه، اول ليفل او ليفل 1 اهو. خلاص بنمشي كده لغاية ما بنوصل، مش عارفة دي ايه الحروف من ورا دي اهوت. وصلنا لحرف ايه، الزد والاكس والواي اهو في النهاية خالص. الكتاب الاولاني من الليفل، مش عارفة هو راح فين. الكتاب الاولاني انا فتحته اهوت، هو واخد اهو حرف الاي، حرف البي، السي، وتمرين عليه الجي، تمام اهو، الاي، الجي، وتركز على كل حرف اهو. ده ليفل 1 اهوت، يعني انا بجري فيه. هو عباره عن الحروف عادي خالص، وعلى كل حرف تمارين اهو. وهنا مجمع لي في الاخر الحروف، بحيث ان الاطفال نقطعها لهم بقى ونلزقهم في كراسه. نقطع الاشكال دي اهي، نعمل كده زي سكتش، ونقطع الحروف اهو بالايه، بالكلمات، ان الطفل يحفظ الحرف اهوت المطابق للكلمه. سكتش بقى وقطع والزق والايه والكلام ده اهو. ده ليفل 1. طيب نجيب ليفل 2. الليفل 2 بادئ لي اول حاجه اهوت، انا كده فتحت الليفل 2، بادئ لي اول حاجه بالآ والآن اهي، وحرف او حرف الايه، وكلمات بحرف الايه، ان الطفل يقرا اهوت كلمات بحرف الايه، تمام. ناب، رات، هات، كله تمارين على حرف الايه. هجري شويه وبعدين الايه وبعدين الاي، يعني بيديني الحروف المتحركه كلها تقريبا في كتاب اهو اهو. وبعدين تمارين اهوت على الحرف المتحرك الثالث اللي هو اليو، والطفل يقرأ نط، خط، وقط اهو. ده ليفل 2، وبرده من ورا يحصل نفس الحركه. طيب بعدين ليفل 3 اهي، ليفل 3 الاكسفورد. عايز افتحه من الاول كده. انا فتحت ليفل 3، وهو كانت اول صفحه فيه اهوت، مديني اللونج فولز اهيت، تمام. هيبدا يمرن الاطفال على اللونج فولز اهو. تمام، او الكلمات، بداوا ياخدوا الكلمات اللي هي بي 4 حروف. كان الاول كل الكتب اللي فاتت الكلمات ب3 حروف اهو كده، اللونج فولز والايه والمقاطع الطويله، تمام. وطبعا كل
كتاب له الايه الكراسه بتاعته، هي دي يبداوا يكتبهم اهو من ورا. دي الكراسه الورك بوك بتاعته اهي، مكتوب عليها لونج فورولز اصلا اهو. تمارين اهوت الواجب ان الطفل يشتغل ويحل كتير، حلو قوي. تمام، نيجي للليفل اللي بعده اللي هو 4 اهو. اول صفحة في ليفل 4، مش عارفة افتحه ثواني. الليفل 4 ابتدوا ان هم دخل الطفل في الكلمات اللي بتتقسم الى مقاطع اهو، يعني تقسم قطعتين اهو، كراب برايد الكوم اهو. ده الليفل اللي هو الليفل 4. تمام، ليفل 4 كل ده، وطبعا معاه الكراسة بتاعته بتاعت الايه الورك. هنيجي بقى، وهنا في ستوري اهو في النهاية كده. الطفل المفروض ان هو بدأ او عرف ان هو يقرا اهي، وهنا يكتب الكلمات من ورا. وبعدين اخر حاجه ده طبعا، ده ليه طبعا الكراسه بتاعته اهي، هو عاملين كل ليفل بلون اهي. الكراسه بتاعته برضو اهيت فتحي اهي، برضو مليانه اهي تمارين على الجزء اللي هم اخدوه اهو. اخر حاجه ليفل 5. تمام، ليفل 5 اهو، ده اخر حاجه. الطفل ما شاء الله يكون خلاص المفروض كده ان هو قرأ وكتب بشكل متكامل. حبيت ان انا اوريكم انواع جديده من الكتب. طبعا الكتب ان شاء الله يعني بحاول والله على قد ما اقدر ان هي تكون متوفره باستمرار، كل الانواع تكون متوفره باستمرار، بس الموضوع صعب، الموضوع مرهق، ويعني ربنا يقدرني اهو. دي كتب الاكسفورد، ده ليفل 5، وطبعا برضو ليفل 5 له الورك بوك بتاعه، هي كانت هنا في مكان ما اهي. تمام، طبعا ان شاء الله هنحاول يكون المجاميع متوفره باستمرار. الجروبات بتاعتنا معروفه، وارقام الواتس عندي على طول مفتوحه، حتى لو اتاخرت في الرد بس برد وبعمل اللي اقدر عليه. وشكرا ليكم، وانتظروني بقى في حاجات كتير، علشان الاكسفورد جه منها كذا حاجه، وجالنا كمان الاكسفورد جرامر ان شاء الله نعرض باذن الله.